يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا وجاهدوا
والقرآن المجيد.
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد صدق الله.